داخل صالة غورغيفسكي الفخمة في الكريملين، قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوسمة للجنود العائدين من الحملة العسكرية التي شنتها قواته في سوريا واستمرت 5 أشهر ونصف الشهر. الرئيس الروسي استذكر الجنود الذين قتلوا خلال العملية، حيث أقر أن عددهم 5، أرامل 4 من الجنود كن بين الحضور. وقد ذكر بوتين أسماء أزواجهن دون ألقاب، ثم توجه للعائلات بالقول: فقدان هؤلاء الطيارين لا يمكن تعويضه، ما حصل كان مصابا شخصيا بالنسبة لنا جميعا، لذلك سميت أزواجكن آباءكم وأبناءكم بأسمائهم. كما ذكر الرئيس الروسي بلهجة تحذيرية بأن قواته تركت وراءها في سوريا نظاما متطورا مضادا للصواريخ من طراز S-400. حذرنا جميع الشركاء وهم على علم بأن نظام دفاعنا الجوي سيستخدم ضد أي هدف نعتبره خطرا على الجنود الروس، نشدد ضد أي هدف. العملية العسكرية الروسية في سوريا كلفت ما قدره 480 مليون دولار بحسب بوتين، وكان الاثنين أعلن بصورة مفاجئة سحب القسم الأكبر من قواته من سوريا، مؤكدا أنها حققت مهمتها بصورة إجمالية.